بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي، انستراكتور و 3 دي انيميتور في جي اف اكس اكاديمي دوت نت. مرحب بيكم في المحاضرة الثانية من سلسلة تعلم أدوات الأنيميشن في 3 دي ماكس. نتكلم بقى على التايم كونفيجريشن. طبعا المحاضرة اللي فاتت احنا عرفنا واجهة الماكس، بس أنا حابب أروح على الأيقونة الصغيرة دي عشان أبدأ أظبط شغلي وعلى اليونت سيت اب. أوكي، اول ما بفتح الماكس لازم اظبط اليونت سيت اب بتاعي. ان كنت بشتغل في مساحات واسعه بجيب المتريك واقيس بالمتر، ان كنت بشتغل في انتيريور او حاجه داخلي بجيب السنتيمتر. معظم الشغل تقريبا في السنتيمتر. اوكي، فبخش هنا على السنتيمتر عشان ده ديسبلاي سكيل، ده اللي بيظهر لي هنا. وبعدين البرنامج نفسه بقى هيتعامل مع برضو السنتيمتر، لازم اوحد جوه وبره. هنا في الانش هشتغل على السنتيمتر برضو. يبقى انا كده ظبطت اليونت سيت اب بتاعتي، هروح على التايم كونفيجريشن. طيب والله التايم كونفيجريشن ده حاجه مهمه جدا، عشان انا كانيميتور لما بقى اشتغل اي مقطع انيميشن او اي حاجه لازم ببقى فاهم هيتعرض على ايه. طيب خلينا نشوف الخواص بتاعتي اللي انا اطلع بيها الفيلم بتاعي. عندي ثلاث انظمه، عندي ال NTSC، عندي البال، عندي الفيلم. طيب ال NTSC ده غير الفيلم غير البال. خلينا بقى نشتغل على NTSC. لو انا جيت غيرت بين الثلاثه، لاحظ هنا الاند تايم واللينث، هبص هلاقي نقص لي حوالي 20 فريم، الفيلم نقص لي حوالي 24 فريم. يبقى ال NTSC هو دايما بيديني عدد الثواني في فريمات اكتر، البال اقل، الفيلم اقل. اوكي، يبقى ال NTSC هيديني 30 فريم بير سكند. يعني لو انا عندي انيميشن لغايه السنه 30، عندي حركه لغايه السنه 30 بس، مثلا هفتح اي واحد غير ده. لو انا عندي حاجه مقطع بسيط يعني زي ده كده، اوكي، وبعدين عندي مثلا 30 فريم بس، هقول مثلا لو انا جيت عند ماينس 59، انا بادئ من ماينس، انا عايز كده ماينس، تبدا زي ما انت عايز من ماينس 59 مثلا لغايه يعني لغايه 35، دول عباره عن ثانيه بنظام ال NTSC، 30 فريم بير سكند. يعني هو راح عن عمل انتسيبيشن ده وراح جاي شايط في ثانيه، كل الحركه دي خدت ثانيه واحده. لو انا جيت عملت بلاي، تمام، هبص الاقي الحركه ماشيه معايا بالشكل ده. طيب لو انا جيت خليته على نظام بال، هبص الاقي اقل، بدا التايم سلايدر يتغير وبدا يبقى اقل من كده. الفيلم نفس الحكايه، 24 بير سكند. انا دايما بشتغل NTSC او بعمل كاستم بشتغل على 48 مثلا او حاجه زي كده لما اكون في انيميشن رياليستيك او حاجه. اوكي، يبقى عرفنا الفرق بينهم وعرفنا الكاستم بتزود انت عدد الفريمز اللي انت عايزها. ده بيظهر لك بالفريمز، التايم سلايدر ده بيظهر لك بالفريمز، اوكي، او بالوقت. لو انت شايف هنا كده بدل ما هي فريمات بدا يشتغل لي بالوقت، وبدا ينزل لي هنا وقت كده، بدا حسب لي التوتال اللي قدامي ده كام ثانيه، هو حوالي 3 ثواني و12 جزء من الثانيه. لو انا جيت كده هبص الاقي كل حاجه اتقلبت ب التايم معايا بالشكل ده. اوكي، هنا بيشتغل لي بالتايم. اوكي تمام، هنا الفريمز تكس، هتبص هتلاقي هنا بيديني بقى الفريمز بتاعتي. لو انت جيت ملاحظت كده، لو انا بمشي كده بص هنا كده هتلاقي حاسب لك عدد الفريمز تقريبا كلهم. اوكي، 102 فريم قدامي، وبعدين جايب لك الفريمات والاجزاء بتاعتها مستنية اجزاء من الفريمات. يعني هنا مثلا وصلت ل 46 اهو، وبعدين انا مشيت 44، بين مثلا بين ال 44 وال 45 هتبص تلاقي فيه بيعد لك اجزاء حوالي 100 جزء للثانيه، بدل ممكن تعمل بريك داون بين الفريمز نفسها. اوكي، في كمان دي تقريبا بقيس لك بالوحدات او حاجه زي كده، ما اشتغلش ده خالص يعني.
اوكي انا بشتغل دايما بالفريمز. لو انا جيت بقى شفت حته البلاي باك اللي هي دي، البلاي باك في الريل تايم، الريل تايم بيبدا يحسب لك بنفس السرعه اللي انت محرك بيها. اوكي لو انا شلت الريل تايم افتح لي، فتح لي الدايركشن. اوكي فتح لي الدايركشن. لو انا جيت كده الاول هنسيبها زي ما هي وجيت عملت بلاي، هتبص تلاقي خلص الحركة أو خلص المدة بتاعته، وبعدين راح بادئ أوتوماتيك من أول خالص تاني. لو أنا جيت شلت اللوب أو الريل تايم، خلينا في الريل تايم دلوقتي، الريل تايم وجيت عملت أوكي، تمام بدأ يشتغل لك، بس مش ده الريل تايم بتاعي، مش ده الريل تايم، أبطأ شوية أو أسرع شوية. أوكي هنا لو جيت عملت في الدايركشن هنا ريفيرس، بدل يعني هو دلوقتي اشتغل لي من البداية للنهاية. لو أنا جيت عملت الريفيرس للتايم سلايدر هتلاقيه من النهاية للبداية هيبدأ يشتغل لك أهو بلاي، هيبتدي يرجع لك بالشكل ده. لو انت عايز برضو تختبر الحركة بتاعتك، وده مهمة جدا على فكرة، وكتير بنرجع لها عشان نبدأ نعمل تيست الحركة كويس، نشوف رايح جاي ازاي. طيب البينج بونج انا عن نفسي بستخدمها لاني بقيس دايما الحركة رايح جاي، اول ما بيخلص للاخر بيرجع تاني. انا كده ايه دايما اختبر الحركة بتاعتي بالشكل ده. طبعا التايم عايز يتعمل له تظبيط. لو انا جيت فعلت بقى، خلينا دي فورورد، خلينا ريل تايم، فعلت الريل تايم هبص الاقي لو انا جيت ظهرت الاربع فيو بورد، كده بحيث ان الانيميشن او الشخصيات السين بتاعي كله يظهر في الأربعة يبقى، وجيت خليناها على الاكتيف فيو بورت اونلي. اوكي لو انا اكتيف دي او دي او دي او دي بمجرد الضغط عليها وصل لك فريم يلو كده شوية او اصفر، لو انا جيت ضغطت بلاي هتبص تلاقي الانيميشن بس في الفريم او في الفيو بورت اللي انت ما اكتفها، والباقي ما فيش مشكلة يعني ما واقف خالص. لو انا جيت مشيت كده بالتايم ستاندر هبص الاقي في الفيو بورت كلها في الاربعة فيو بورت. يبقى اذا طريقة العرض دي هتبقى ناقص على بلاي، الفيو بورت اللي هشتغل عليها هي اللي شغاله. لو انا جيت وقفت بيعمل اوتوماتيك ابديت في بقيه الفيو بورت على اخر فريم او اخر حركه انا واقف عليها عند الفريم بتاعي. لو انا جيت تاني وقلت له شيل بقى الاكتيف اونلي، لو انا جيت عملت اوكي او بلاي هتبص هتلاقي في كل الفيو بورت الانيميشن بتاعي شغال او المقطع بتاعي شغال. هي عموما بتبقى في السينز التقيلة أو الكبيرة ما بيفضلش تستخدمها، لأن بيبقى فيه أوبجكت كتير، بوليجونز كتير، فهيبقى هيبقى تقيل قوي البرنامج، وممكن كمان الأجهزة الضعيفة يهنج منك. هنا هنفعلها تاني ونقول أنا كنت واخد لوب، هنقول له ما تعمليش لوب، هيوصل للآخر ويقف. لو أنا كنت ملاحظ من الأول هو بيشتغل وبعدين بيروح جاي راجع من الاول ويشتغل على طول تاني لوبينج على طول او كونتينوس بطريقه مستمره يعني. هفعلها ونيجي على السبيد. السبيد دي عباره عن واحد، دي ده الريل تايم بتاعك. لو انا جيت قلت نص يبقى اعمل لي نص السرعه اللي انا عامل بيها، نص السرعه اللي انا عامل بيها كده. اوقات بنستخدمها عشان نشوف لو اي ديفوهات في الحركه، زي لو انت ملاحظ الرجل دي فيها خطأ، فيها خطأ في ميكانيكية الجسم.
الحركه دي كده يعني مش عاجباني، في ميكانيكات الجسم فيها مش مظبوطه، تمام، ميكانيكات الجسم يعني اللي انا بتعامل مع اجزاء الجسم كويس. هي المنطقه دي كده او الحركه في رجلي دي مشكله فيها ظهرت دلوقتي اكتر لما عملت بنص التايم بتاعي، ممكن الربع كمان، دي بقى بطيئه خالص عشان لو برضو عايز تعمل تيست او حاجه سريعه شويه تبدا تشوف تفاصيلها اكتر بتبقى تظهر لك بالطريقه دي، تمام. في كمان بضعف السرعه، مرتين السرعه، دي سرعه اصلها واحد، تمام. في برضو 4 اضعاف السرعه، طبعا محدش يستغرب على حركات الراجل ده يقول سريع قوي، لا انا ما عملتش حاجه لسه، انا حاطط الكي بوزيشنز كلها، الاوضاع كلها الاساسيه، ولسه اللي هي بتقول الستوري بتاعي حسب التخطيط بتاعك للمشهد، بس انا بشرح دلوقتي التايم كونفيجريشن، الملف ده لسه ما خلصش. في ايه تاني؟ في الانيميشن في ستارت تو اند، الستارت عندي بيبدا من الموجود دلوقتي من سالب 55 اللي هي تحت الصفر، بعد او قبل الصفر، الصفر اهو في النص، قبل كده بيبدأ يعد وبعد كده بيبدأ يعد لغاية 47. لو انا عايز مثلا اعمله لغاية 100 بحدد كده وبعدين اكتب الرقم وادوس انتر، يبتدي التايم سلايدر عندي بيروح لغاية 100 بتاعتي، وهنا بيجيب لك اللينس انت قوتك قد ايه يعني، او قد ايه عدد الفريمز بتاعتك، فريمز كاونت 156، واللينس بتاعك اللي هو 155 بالظبط، لانك انت بادئ من اول فريم لاخر فريم، اول فريم يعني الرقم ده على ده بيبقى 155 كده، وفريم كام هتلاقيهم لو انت عديتهم هتلاقي 156. اوكي، لو انا عايز اعمل ريسكيل للتايم بقى بضغط هنا وبشوف هنا كده ايه الستارت والاند واللينس والفريم. طب لو انا عايز اعمل ريسكيل، لو انا التايم بتاعي فيه مشكلة سواء سريع او بطيء، لو انا عايز اعمل ريسكيل تاني للتايم بحيث ان انا ابطأ شوية او اسرع شوية، بقول اللينس بتاعتي بدل ما هي 155 مثلا عايز اخليها 150، بقول اوكي، انا مش قادر يشتغل مع البايبت، مش مشكله خلاص، احنا طالما احنا عرفناها عندما معمول بنظام البايبت. اوكي، خلينا نشوف حاجه تانية، دونت سيف، خلينا نشوف مثلا بوكس واجي اعمل له انيميشن، مثلا هيروح هنا وبعدين هيروح هنا حاجة بس كده عشان بس أوضح لك إن أنا التايم سكيل، وبعدين بيروح في نقطة البداية، وخلينا على ده. أوكي، طيب هو كده شغال الأنيميشن بتاعي عادي. لو أنا جيت هنا بلاقي التايم بتاعي وكل حاجة مية تمام، لو أنا جيت عملت ريسكيل بقى التايم بتاعي، لو جيت عملت اللينس بتاعي هخليها مثلا 200. اوكي، جيت ضغطت انتر، هتبص تلاقي هنا التايم، الاند تايم بتاعي بقى 200، وهنا الفريم دي اتغير. طيب لو انا جيت كده بص هنا تحت اللي حصل لما قلت اوكي، بدأ يفرد لي الاربع فريمات دول او الاربع فريمز دول على التايم كله على 200 فريم زي ما انا قلت له، يبقى معنى كده ان انا بطأت جدا الحركة. وانت طبعا شغال على نظام ال NTSC من الأول زي ما احنا حددنا من الأول، فعندك ال 30 فريم بيعملوا ثانية، شوف انت بقى كام ثانية، 200 على 30، شوف بقى احسبها انت كام ثانية. لو انا مثلا عايز اللينس بتاعي احنا كنا 80 هخليه مثلا 40 زي ما شايف هنا بيعمل لي 40 فريم، وابدأ يوزع الفريمات او الفريمز بتاعتي على
على التايم كله بالشكل ده. هي مهمة قوي قوي في المشاهد، لو انت عايز تعمل ريسكيل للتايم او لجزء معين من خلال، برضو فيها كذا طريقة ممكن تعمل ريسكيل للتايم من خلال حاجة معينة هناخدها في جراف اديتور. ممكن تعمل في حاجات كتير قوي قوي حتة الريسكيل تايم دي. يوز تراك بار، ده في الكي ستيبس، ده المسؤول عنه اللي هي المنطقة دي. لو انا جيت شاورت عليها هتبص تلاقي دي كي مود توجل. اوكي، لو جيت ضغطت عليه هتبص تلاقي هنا الشكل هنا اتغير شوية. يعني بدل ما انا ماشي فريم باي فريم بالشكل ده، لا انا لو انا جيت ضغطت كده هبص تلاقي في حاجة كده زي اند بيروح على حاجة معينة ويقف. يعني لو جيت عملت ورا هبص تلاقي بيقفز او بينط على الفريمز الموجودة في التايم بار او تايم سلايدر. يبقى انت كده ماشي على نظام فريمات لما بتاكتف ده. طب لو انا جيت شلت ده خالص وقلت selected object only، لو انا متغير هو بيقول لي هنا، لو انا كده طبعا مش مأكتف لاي حاجة، لو انا عندي كذا object وعليه كذا frames، الاوبجكت بس اللي انا محدد عليه هو اللي هيبدأ يقفز لي على الفريمز بتاعته بصرف النظر عن نوع الاوبجكت. خلاص، لو انا في مثلا حاجة زي سفير برضو كده وعليها مثلا انيميشن او حاجة، مثلا خلينا مثلا كده ماشي وبترجع تاني. تمام، ده الطريقة البدائية دلوقتي عشان ما نلخبطش الناس. طب لو انا عندي كده حاجة زي كده ماشي، فانا هاجي لو انا عامل selected object only الحاجة اللي انا مختارها طبعا كده بيظهر الفريمز بتاعها او الكي فريمز بتاعتها اللي نازلة عليها. طيب لو انا جيت اخترت الاثنين وجيت عملت كده هيروح لي على كل فريم موجود عندي في السين. اوكي، عشان دول selected. طب لو انا جيت عملت كده الـ use time bar برضه هيديني نفس النتيجة بس للـ object بس اللي انا مختاره. المهم دي بيديك بس اوبشنز كده اللي انت بتبدأ تتنقل بين الفريمز وبتاع والكلام ده. لو انا جيت شلت ده خالص هتبص تلاقي بقى انت لو انت عامل سكيل او روتيشن او بوزيشن، يعني شوف انت عامل ايه على الاوبجكت بتاعك هيبدأ يروح عليه. لو انا عايز اروح مع البوزيشن بس، لو انا بغير الاماكن بس زي ما انا عامل كده هيبدأ يروح لك على الفريمز بس اللي واخده تغيير الاتجاه. لو انت عامل روتيشن بتأكسس عليه مش عايز البوزيشن، لو انت مثلا ده بيلف ولا حاجه وعايز يروح بس على الكيهات اللي نازله عليه في الروتيشن بيروح على الروتيشن، نفس الحكايه على السكيل. يا رب يكون اتوفقت في شرح المحاضره البسيطه دي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم استاذ وليد المعداوي من GFX Academy.net 3D Animator وانستراكتور في الاكاديميه. السلام عليكم.